أنا أهم شيء عندي رضاكم وعطف جلالة الملك واستقلال العراق، أعظم هدية عندي. أبو كاظم عندي خدمتين يمك. تأمرني باشا، هذا ابني كاظم أذبح تحت رجلك. بدل ما تذبح كاظم تحت رجليه مثل ما تقول، دز الأقرب مدرسة خلي يدرس ويتعلم، هاي الخدمة الأولى. الثانية، قول باشا. تقدر تلقالي بنص الليل 2 زلم خشنا نعتمد عليهم؟ ليش باشا؟